ترأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في ختام الدورة الجارية للمجلس بتشكيله الحالي. وأكد وزير البترول أن الجهاز نجح في التأسيس لمفهوم سوق الغاز من خلال تنظيمها عبر جهاز مستقل له دور هام في إيجاد التوازن بين الدولة كقطاع رئيسي في المنظومة وفتح السوق لدخول القطاع الخاص للاستثمار.